السفير التركي ناقشنا هذا الموضوع، ناقشنا أيضا ليس فقط سد إليسو، موضوع قلة الإيرادات على نهر الفرات. وإن شاء الله خلال القريب العاجل احنا بعثنا رسالة عن طريق الخارجية للبدء بمفاوضات مباشرة، إذا أبلغناهم إذا كان جائحة كورونا سبب للذهاب راح يكون عن طريق دائرة تلفزيونية مغلقة. نطمن الجميع إن شاء الله الكل حريص على الحفاظ على حقوق العراق المائي.